موسم الرطب، موسم القيض، الموسم اللي ينتظره من هاوي ومن عاشق لهذه الموروث الشعبي. نحن هذا القيض مخلف علينا من أهالينا وليس ببدعة علينا نحن العمل فيه، فنحن نكمل مسيرة أهالينا اللي سلفها والله يرحمهم. القيض كما نعرف نحن يبدأ موسمه من أول أيام التنبيت، لا نقصد به القيض ولكن نقصد به المرحلة الأولى في مقيض هذه الخله، يبدأ من نباته والعناية بها والاحتفاظ بهذا النبات. زين إن كان يبيس حق السنة الجاية من باب تجربة، حق نخيل اللي يطلع في المواسم متبكرة شوي في أواخر شهر 12 وأول شهر 12، فهذا يساعدها على أنها تطلع قبل وتنبت قبل وتنتج قبل. كذلك المرحلة الوسطية اللي هي مرحلة الرطب اللي تبدأ في شهر 6، ثم مرحلة المصطاح اللي هي نعيشها الآن، هذه المرحلة مرحلة الإنجاز ومرحلة حفظ هذه التمور والعناية بها حتى عام جديد إن شاء الله. ننصح الناس بالاحتفاظ بالنبات الطلع اللي هو ما يسمى باليبيس. هذا اليبيس نحن نحتفظه إن شاء الله حق الموسم القادم، حق النخيل اللي بتطلع بكير وبتطلع من وقت نحن نسميها السباق في أول شهر 12، عشان تستفيد منه في تنبيت نخيلها، ونخيلها اللي تطلع بكير تنتج بكير ويبلغ الرطب من وقت ويكون قيضها بكير على باقي السنوات اللي اختفت.